مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا صباح اليوم يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية. أعلنت القوات العراقية اليوم أنها باتت على مسافة قريبة جدا من جامع النوري في مدينة الموصل الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي دولته المزعومة قبل 3 سنوات. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها إن قوات مكافحة الإرهاب أصبحت على بعد حوالي 200 متر فقط من المسجد. أعلنت المغرب تسوية أوضاع 13 أسرة سورية عالقة منذ عدة أسابيع قرب الحدود المغربية الجزائرية، وذكر الديوان الملكي المغربي أنه نظرا لاعتبارات إنسانية وبصفة استثنائية أعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع قرب الحدود الجزائرية المغربية. قال متحدث باسم الشرطة إن مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة قتلوا شخصين في نيجيريا وأصابوا 6 آخرين في كمين لقافلة للشرطة في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد. تعد بورنو الولاية الأكثر تضررا من تمرد بوكو حرام المستمر منذ 8 أعوام والذي أودى بحياة أكثر من 20,000 شخص وأجبر ما يقارب 1.5 مليون شخص على الفرار من بيوتهم. أعلن وزير العدل الفرنسي الحليف الأساسي للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حزب الحركة الديمقراطية أعلن انسحابه من الحكومة التي غادرها كذلك وزيران آخران من حزبه، كما انسحبت وزيرة الشؤون الأوروبية من منصبها في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها بعد انتخابات يوم الأحد التشريعي. توصل باحثون بريطانيون إلى اختبار جديد للدم يحدد الأشخاص الذين يعانون مراحل متطورة لسرطان بروستات ويمكنهم من الاستفادة من عقار لعلاج المرض. وأوضح الباحثون أن هذا الاختبار يكشف الحمض النووي للسرطان في الدم وهو ما يساعد الأطباء على تحديد ما إذا كانت العقاقير الدقيقة فعالة أم لا. إلى اللقاء. We'll be right back.